مشاهدين قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في الأسطار البيضاء. احنا الآن كنشوف واحد القصة ديال قصة حب وقصة وفاء وقصة تضحية. كنشوفوا الزوجة كيفاش قدرات أنها توقف وتساند الزوج ديالها اللي كيعاني من المرض بالقصور الكلوي واللي كيدير الدياليز. يعني الظروف ديالهم كما كتشوفوا معنا، ربي اللي عالم بهم، والعلاج السيده خدامه وكتحاول انها تعاون مع الزوج ديالها، ولكن الله غالب عندهم مصاريف وحتى الدراري الصغار. فاليوم جينا باش نقربكم من القصه ديالها. راح نتلاعب راجلي مريض وما كاينش اللي تعاون معايا، وكنتمنى ان شاء الله من المشاهدين اللي شاف هذا الشيء وعندي الدراري باقيين صغار وانا اللي خدامه. عاودوا لنا القصه ديال المرض ديالك. الحالة هذه اللي كان مريض عيط لخوه، عيط لخوه انا حنت ما قدرتش كندير باش نديها انا، انا ربي وحدي. عيط لخوه وداه الجديده للسبيطار ديال الجديده، نعس تما 15 يوم تما فين عالجو شويه، واللي عالجو شي شويه قالوا لي في السبيطار ديال الجديده غتمشي دير تما في الدار البيضاء في ميريزغو، حيت كاين الجمعيه دير التيو والمكانه. انتو ساكن في جديده؟ لا حنا ساكنين هنا فين ساكنين. كاين حتى شي جمعيه؟ ما لقينا حتى حاجه. وكيفاش كديروا في المصاريف ديال العلاج؟ باقي ما تعالج، دابا خاصو يتعالج. دابا ميريزغو ولا هذا؟ مشينا لميريزغو البارح ما داروا معنا والو. شنو كيقولوا لكم فاش كتمشيو عندهم؟ مشينا الباح قالوا لك سيروا للصاله 5، مشينا للصاله 5 صيفطنا للصاله 4، مشينا للصاله 4 قال لك سيرت ل 31 وصل المغرب صافي مشى علينا الحال وجينا درنا التحاليل، يعني درنا كل شيء. يعني هما شنو يعني كيقول لكم كل حصه شحال خاصه؟ 15000 ريال للحصه. قال لك 15000 ريال للحصه. طبيبي قال لي، قالت لي قالت لي كدار 15000 ريال الحصة وانت قلتي ما عندكش. خاصك تشوفي الجمعية الامان. قلت لي انا ما عارفاش فين جات الجمعية الامان. قالت لي سولي وسبطرت الحومة هما. او انت ما حاولتيش انك تواصلي مع هاد الجمعية؟ يلا البارح في راسي، يلا البارح يلا البارح في راسي. دابا انتما شحال عندك ديال الوليدات؟ ثلاثة. عندي ثلاثة هادو وواحد الصغير كاين عند مربية خاصها التربية. مازال تربية؟ مازال تربية، هي أربعة. يعني عندك أربعة الوليدات؟ أربعة الوليدات. يعني عندك خاصك مصاريف ديال الدراري بربعة، خاصك مصاريف ديال الزوج ديالك؟ لا ما قادرش. شكون اللي كيعاونك خصوصا أنك نعرفو في رمضان كيكونوا مصاريف بزاف؟ يعني الدراري الصغار خاصك توكليهم، خاصك تشربيهم، الزوج ديالك مريض. أنا اللي خدام، أنا صح. يعني وحتى الخدمة ديالك ما تقدر ما شوية وصافي، ماشي شي حاجة كنتقاتل مع العائلة ديال الزوج ديالك. فين هما؟ أنا العائلة ديالي ما كايناش هنا، بعاد كاين برا مراكش، يعني لهي لهي النواحي ديال مراكش، النواحي ديال مراكش. ها اللي كاين كتبكي والدموع في عينيك؟ وراه عارفة ضروري تبكي، ما يمكنش تجلسي ما تبكيش. صبرت معيتي من الصبر؟ صبرنا ماشي ما صبرناش، الحمد لله هادشي اللي غنقول صبرنا. ان شاء الله يكون على خير. احنا كنتمناو ان شاء الله من المشاهدين اللي شافنا يتعاون معنا ويتعاون مع هذا الراجل هذا باش يداو، هادشي اللي كنتمنى انا، كنتمنى هاد السيد هذا يولي شويه. يعني انت ما بغات حتى شي حاجه، باغا غير هاد السيد انه يداو ويعاون. بغينا هاد السيد يولي شويه، هادشي اللي كنتمنى اللي شاف هادشي يوقف معنا اللي يوقف مع الله. كما كتشوفوا معنا المشاهدين الحاله ديال هاد السيد ربي اللي عالم به، يقدر يموت يقدر حنت صافي، يعني خصو يصفي وما صفاش، خصو يصفي هاد الاثنين اللي فات وما عندوش باش يصفي. يعني خصو ديو ما محطوط. بصراحه صعيب ان احنا في بلاد بحال المغرب ان كنشوفوا ناس لانها كتمرض وما كتلقاش باش الدواء. من السيد كما كتشوفوا يعني راه مغلوبة على امرها، وليدات وباقي صغار حنا كنشوفوا فيهم عندهم تا هما مصاريف يكبروا مع الاب ديالهم. السيده ما باغا والو، ما كتقولش لك انا باغا شي حد اللي يجي ويعطيني فلوس. انا باغا الراجل يداو، باغا غير شي واحد اللي يتكلف ديالها الزوج ديالها. بغيت يداو وبغيت حاجه.
يعني انت باغي غير الدواء بغيت انا اريد الدواء يولي شويه نشوفو يعني بخير ولا خير. الا انكتب الله يموت راه غادي يموت، الله يطول لي في العمر الموت ديال الله، ولكن ما يموتش غير الموت حال هكا. هادشي اللي كنت منه واي حاجه عند العلاج راه ربي، لكن ربي يطول لي في العمر، باقي يعيش معاكم وباقي يكبر الوليدات ديالو. دابا انت يا لالا شنو كطلبي من المحسنين؟ كنطلب منهم حنا يتعاونوا معانا يداو هذا الراجل، كنتمنى لي شاف راه كتشوف الحاله. حنا انا اللي خدامه وعندي وليدات باقيين صغار، ما عنديش باش نداويه. وهنا فين ساكنه؟ انا لا لا غير كاريه. غير كاريه؟ شحال كاريه؟ كاريه يلا 16000 ريال. 16000 يعني عاد زيدي مصاريف ديالك، عاد الصاريف والضو والما حتى هو راه نعرف. وحنا شويه وصف. كتحيدي من هنا وتعطي من هنا، تحيدي من هنا وتعطي من هنا. للاسف راه هادشي اللي اللي كيضر في الخاطر، وهاد الظروف اللي كتعيشي انت لالا راه بزاف المغرب كيعيشوهم، حيت ما حيت هادشي اللي غليت بزاف الكرا، كلشي غالي، وليتي كتمرض ما كتلقاش فين الدواء. فهادشي علاش حنا كنطلبوا من المحسنين، حنا ما كاينش عندنا فين الدواء. هادشي اللي كيضرب في الخاطر. كتمشي دابا تبغي تداوي ولا شي حاجه، مي يوقف مع شي واحد، خصوصا اللي ما عندكش الفلوس راه ما عندك حتى حاجه، يعني خصوصا عندك الفلوس كلشي غدوز. ما كاينش فلوس، ما عندكش الفلوس حتى واحد ما يشوف فيك حتى الشوفه. هادشي كيضرب في الخاطر فاي. فكيما كتشوفوا معنا الحاله ديال هاد السيد راه ما قادش حتى انه يهضر، الله يشافيه يا ربي. السيده ما كتطلب والو، كطلب غير من المحسنين انهم شي حد اللي يتكلف بالزوج ديالها ويتكلف بالعلاج ديالو. هي كتقاتل مع الوقت باش انها تصرف على الوليدات ديالها وانها تجيب لهم القوت اليومي، ولكن المصاريف ديال العلاج صراحه انت من العيالات اللي يقتدى بهم في هذه البلاد، انك واقفه مع الزوج ديالك وكتضحي على قبله وكتخدمي. فكون كانوا غير العيالات كلهم بحالك راه شابو لي. الحمد لله الحمد لله، والله يرحم ربي. امين امين امين. فكما كتشوفوا معنا مشاهدينا، هذه الحاله ديال هاد السيد، هذه هي الزوجه ديالو اللي ما كتطلب والو، باغا غير اللي يوقف معاها في العلاج ديال الزوج ديالها باش انه يقدر يوقف علاج ديال تاعي. لا اجا ماما، اجا ماما، اجا ماما، اجا ماما، سير لي سير لي، اجي اجي عافاك، اجي اجي عند عمو. شوف عمو سير عطيك التليفون، سير عطيك واحد الحاجه زوينه. فالسيده ما باغا لا ناس انهم يعطيوها فلوس يديها، ما باغا حتى شي حاجه، باغا فقط اللي يتكلف بالعلاج ديال الزوج ديالها. كما كتشوفوا معنا هذا هو الرقم ديالها، عطينا الرقم ديالك لالا. انا ما حافظتهاش ولكن ما عرفتش كندير الحاجه. انا غنعطيك النمره وانت عاوديها بالفلوس واخا. اي 07 80 80 59 59 81 81 60 60. عاوديها معايا لالا. 07 80 80 59 59 81 81 60 60. فهذه هي داو ديال هاد السيد اللي بغا انه يتعاون معاهم. اللي كيشوف معنا هاد الفيديو وكيعرف شي محسنين يحاول انه يعطيهم هاد النمره باش انهم يتواصلوا مع هاد العائله، حيت فريمون محتاجين المساعده. اللي كيعرف شي شخص لانه باغي يتكلف بشي حد ويتكلف بالعلاج ديالو، ما يبخلش عليه ويصدي هاد النمره باش انه يعاون هاد الناس. هاد الناس ما كيطلبوا والو، كيطلبوا غير ان هاد السيد يتعالج ويرجع يوقف علاج ليه. فالى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه هاد البث المباشر، نعاودو نتلاقاو معكم بث مباشر جديد.